مسعد دلوقتي معانا موهبه غنائيه اخرى من النوع الشعبي اللي كلنا بنحبه. مين فينا يقدر ينسى عبد المطلب، محمد رشدي؟ النوع الشعبي هو روح مصر، العراقه والاصاله. ومعانا الفنان الشعبي بلبل الشرابيه سوسو ابو شامه. اسود انزلي انزلي بالفصل. اقطع يا ابراهيم، اقطع يا ابراهيم. وايه هو ده يا عم سوسو؟ اتفضل يا باشا. لسه بدري على الاغنيه، انا لسه ما لقيتش المدام. لا كفايه لحد كده. يعني ايه كفايه لحد كده؟ يا استاذ سوسو، كلنا بنحب ومنقدر الفن الشعبي، لكن اللي سيادتك غنيته ده ولا هو فن ولا هو شعبي. يعني ايه بومبا؟ طب انا دافع 1000 جنيه. طب تعالى يا لو سمحت. ايه ده لو سمحت؟ انتظرونا بعد الفاصل. احنا طبعا بنعتذر عن المستوى الفني الهابط اللي قدمه الاخ سوسو. نتورك 2000 مؤسسه كبيره، يجوز حد نصب عليه باسمها ولا حاجه، لكن احنا هنا متعودين ندي ما ناخدش. ويا اخ سوسو، يا كروان الشرابيه، سيبك من المغنى وخليك في السباكه، محتاجه لك.